السلام عليكم حبيبات الغاليات، عيد مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله والله يجعلنا من المغفور لهم والمعفي عنهم إن شاء الله. إحنا نحن جميعا، أنا وياكم وجميع المسلمين. اليوم حبيت نشارك معكم التقديمات أو الهدايا اللي غادي نقدم في العيد للأطفال والكبار. اول حاجه بديت بها وجبت واحد الصينيه، كانت يعني كانت عندي وما كنستعملهاش، فجبتها وعدتها في الصباغه، صبغتها بالقري. هذه صينيه ديال البلاستيك باش نستعملها. دابا كنبدا كنوجد في هاد، شريت هاد الكريطنات هادو صغيورين، شريتهم خاويين، وكانوا عندي هذوك البتلات ديال الورد كانوا عندي ودخلتهم عليهم باش نزينهم. ومن بعد كنعمروهم بالحلويات، كنحشيهم بالحلويات، وحطيت فيهم هذوك الوجوه الضاحكة، يعني هي على شكل بورتكليات، يعني علاقة مفاتيح صافي. وكنحطهم، حطيتهم هذو الأطفال، بالنسبة للأطفال عندنا ضروري كنهديوهم شي حاجة زوينة، فدائما أنا كندير لهم بحال هكا فلوس ولا شي حاجة، ولكن هذه المرة فضلت ندير غير الحلويات ونعطيهم هاد القليبات، هاد الوجوه الضاحكة، كل واحد وشنو غادي يجي فيه. هنايا خديت هاد، غادي نصوب هاد العيديات، بغيت نصوبهم ندخل عليهم اللمسة ديالي. خديت القريعات مشيت شريتهم خاويين من ابو ريالين يعني الخاص، وخديت هاد اللفه ديال هذوك ديال هذوك الكويرات، هذوك اش كيقولوا ليهم، ما عرفتش سمياتهم، راه كتشوفوا فيهم. وخديت هذوك الورود، وخديت هاد على شكل الودع هذا باش نزين بهم. غادي نزين بهم هاد القريعات ديالي، نتوما غتبقاو معايا شوفوا الفيديو كيفاش غادي يطلعوا، غيطلعوا زوين. جبت واحد القريعات صغيورين هادو، درت فيهم اللبن الحر باش نحطهم كهدايا، وحطيت قريعات واحدين اخرين تا مكبر منهم واحد شويه، درت فيهم زيت ارغان، وهاد الورد هذا صابون، عباره هذا صابون على شكل ورد، حطيتهم قطعتهم على فرديات، وحطيت فيه هاد العلبه كمان كذلك، حطيت فيها هذاك العود على بخور على هذاك الشكل في الوردي، وعلب ديال المناديل الورقيه ديال اليدين. صافي هادشي اللي درت انا في الهديه، في العيديه ديال يعني ديال العائله، ديال اخوات زوجي وهذا وزوجات اخوانه، يعني كلنا حنايا، هذه العيديه ديال الكبار ماشي ديال الصغار. المهم يعني اشياء تذكاريه وخلاص، ماشي شي حاجه يعني غاليه ولا، يعني اشياء عاديه بسيطه بزاف، كيبقى غير الشكل والمنظر هما لي زوينين، ولو جيست يعني الواحد كديري واحد الموقف، يعني كجبتي هديه وصافي، يعني ما بقاتش في القيمه ديالها، وانما في
يعني في القيمة، في الإحساس، أنك أعطيتيها إحساس وأنك خدمتيها بإيدك، هذا هو أهم حاجة. أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا اللي أعطاني وخا واحد غير بونبونة كنفرح بيها، ماشي مشكلة. ما كتبقاش في القيمة ديالها، القيمة ديالها اللي حطيتي فيها أنت لمساتك وفيها روحك وفيها يعني ضيعتي فيها الوقت باش تقديها وتصوبيها، هذاك أهم حاجة. ما بقاتش في القيمة المادية، وإنما في القيمة المعنوية اللي أنت عطيتيها. ايوا ان شاء الله كنتمنى انهم يعجبوهم. كنتمنى انتم يعجبوكم، علاش لا السنه الجايه تستعملوا نفس الفكره. وهنا جبت هذاك الصينيه او البلاطو اللي شفت لي قلت لكم غادي نزينه بهذه الطريقه. هذه كنحط عليه هذاك الشريط في من الجناب، وغادي نحط ليه دوك البتلات ديال الورد من الجهه الثانيه، يعني بتزيين بسيط بالمره، يعني ماشي شي حاجه يعني واو. غير اشياء بحال هكا جات ضربت في دماغي وانا نديرها، يعني ماشي شي حاجه واو، ولكن نتوما يمكن لكم نتوما تفننوا بطريقتكم، كل واحد وطريقته الموجود المتوفر عنده. انا هادشي اللي توفر عندي خدمت به. وبالنسبه نخليكم حتى الاخر ديال الفيديو، ما بقاش غادي ندخل الصوت، اصلا انا عيانه شويه الصوت ماشي ليا. في الاخر غادي تشوفوا غتلقاو العيديه ديال حماتي، درت العيديه ديال حماتي بشكل خاص، شريت لها عطر ودرت لها في كيس، شريت الكيس يعني بوحده وضفت عليه لمسه ديالي، انا غنخليكم تشوفوها في الفيديو. وان شاء الله تعجبكم الافكار اللي حطيت في هذا الفيديو، وان شاء الله اللي باقين 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 بعد البنات مثلا المغرب الجزائر مصر مازال باقي عندهم الوقت فين تما يخدموا بحال هكا الافكار للعيد. اما بالنسبه لينا حنايا صافي العيد ان شاء الله في الصباح، فالفيديو جا معطل على هذه الفكره هذه. يمكن لكم تخلوه للسنه الجايه، عطيتكم فكره وحبيت انني نشارك معكم العيديات اللي حضرت وفقط، هذا الشيء اللي كاين. وكنتمنى عيدكم مبارك، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه يا رب، وينعاد علينا ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى منكم انكم تدعموني باللايك وباشتراك، وانكم توزعوا الرابط على اصدقائكم واحبابكم الى عجبكم والى عجبتكم الافكار اللي درت في العيديات ديالي. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله يا رب.